نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها: اليابان تعين شخصية البوكيمون بيكاتشو سفيرا لمدينة أوساكا. تم تعيين شخصية بيكاتشو الكرتونية رسميا كسفير دولي لمدينة أوساكا في اليابان، وتأمل اليابان أن ترفع هذه الخطوة من فرص استضافتها للحدث العالمي إكسبو في عام 2025، وهو تجمع دولي يحدث كل نصف عقد لمناقشة القضايا الدولية. من الصحة نطالع مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية: الصلع والشيب يرتبطان بأمراض القلب. أشارت دراسة حديثة أجريت في الهند إلى وجود علاقة بين الصلع والشيب المبكر لدى الرجال وأمراض القلب، وأثبتت الدراسة أن أغلب المصابين بمرض الشريان التاجي كانوا قد أصيبوا بالصلع أو الشيب المبكر مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بشعر كامل في الرأس. واخترنا لكم من صحيفة الوئام السعودية: كف اليد خيار أمني جديد في هواتف سامسونج المستقبلية. سجلت شركة سامسونج مؤخرا براءة اختراع لتقنية جديدة تعتمد على راحة يد المستخدم للتأكد من هويته، قد تدمجها الشركة في هواتفها الذكية جالكسي في المستقبل. وبدلا من عرض كلمة المرور على الشاشة، تظهر الحروف على أنماط كف يد المستخدم نفسه لتساعده هو فقط في تذكر كلمات السر الخاصة به. صحيفة الأيام البحرينية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: أوروبا تتجه لحظر الشاورما التركية. يتجه الاتحاد الأوروبي لإقرار قانون جديد يحظر بيع الشاورما التركية في أغلب المدن الرئيسية في أوروبا لوجود ارتباط مباشر بين هذه الشاورما وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تحتوي على كميات من الفوسفات تتجاوز المستويات التي تسمح بها قوانين الصحة في الاتحاد الأوروبي. وختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية: وقالب كيك بوزن 2000 كيلوغرام احتفالا باليوم الوطني لدولة الإمارات. أقيم في سوق تجاري في مدينة العين مهرجان احتفالي كبير، حيث تم إعداد أكبر قالب كيك بوزن 2000 كيلوغرام مزين بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا باليوم الوطني 46.